gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. البكبوكة الوجدية وهي إحدى الأكلات الشهيرة بالمنطقة الشرقية وخصوصا وجدة، هي أكلة اللي كانت غالبا كدار في العيد الكبير، كتكون يعني رسميا في العيد الكبير، ولكن دابا ولات يعني أكلة اللي ممكن نديروها في أي مناسبة وفي أي وقت، لأن المكونات ديالها موجودة دابا في الأسواق. المكونات ديالها يعني الأغلبية ديال الناس كياكلوها، المكونات ديالها دوارة كما كنقولوا، اللي هي عبارة على الداخل ديالها كيكون الريا، شوية اللحم، ممكن ديري كبدة إذا كانت موجودة، يعني إذا كانت متوفرة ممكن ديري كبدة، كذلك الحماص، الروز، الفول، على حسب يعني كل شخص كي كيبغيها، كل كي يبغيها يعني كتكون قاطعة في المذاق ديالها. بطبيعة الحال باقية البكبوكة أكلة اللي هي تقليدية خاصة بالجهة الشرقية، وغادي تجي لوجدة من ما جيت في المغرب غتسول على الأكلة اللي مشهورة بها وجدة غادي يقول لك البكبوكة، فهي أكلة للكبير والصغير قد يأكلها، يعني كتكون لذيذة. كاين بعض الناس اللي ممكن ما كياكلوش واحد المكون أو لا واحد من هذا البكبوكة، ولكن كاين مكونات أخرى اللي كياكلوها جميع الناس، إضافة إلى أن المذاق ديالها مختلف تماما على مذاق الدوارة اللي كتكون في المدن الأخرى، فالبكبوكة مذاقها مختلف تماما. وإلا جيتوا للوجدة فنصحكم نصيحة، قلبوا على البكبوكة، راه ما غاديش تندموا إلا ذقتوها أو الليلة تصادفتوا ولقيتوها في شي مناسبة، فزعموا فهي جد جد.